مرحبا بكم أعزائي الكرام، كنشكركم جزيل الشكر أصالة عن نفسي ونيابة على الطاقم التقني. كنقدم لكم الشكر على التعليقات، على البارتاج، على الدعم ديالكم كلكم الوطنيين والملكيين الأحرار واللي كيهمهم الوحدة الترابية ديالهم والسيادة والكرامة ديال بلادهم كاملين. والله نشكركم ونحبكم. إذن سيداتي وسادتي إلى العناوين. تبون وفضيحة القرن كيقول اتصلنا بكافة الدول الأوروبية باش تقدم لنا المساعدة نطفئوا الحريق ولكنهم رفضوا. شباب القبائل عطاو بالظهر الخنز الريحة. بعد المغرب الجزائر كترفض مساعدة دولة أخرى. وفضل رفضها مبادرة الرباط قائد الجيش الجزائري كيبصم على العداء للمغرب. بن سديرة عميل المخابرات الجزائرية يدعو لإبادة المطالبين بتقرير المصير بمنطقة القبائل. مع الفيديو إلى التفاصيل. أعلن الرئيس الجزائري خايب السمية قال على أنه تلقى القبض على 22 شخص لمتهمين بإشعال حرائق الغابات اللي كتنتشر في عدة ولايات في الجزائر. وأكد خايب السمية أن التحريات مستمرة باش يقبضوا عليهم كل هاد الضالعين في هاد الحرائق، وكيأكد على أن العدالة غادا تأخذ المجرى ديالها في هاد الشأن هذا. وكشف كذلك سيداتي وسادتي أنه أعطى التعليمات ديالو الرئيس الوزراء ملي شعلت العافية من نهار الاثنين، وداروا اتصالات بدول أوروبية صديقة باش يحصلوا على طائرات اللي كتخمد وكتطفي الحرائق، ولكن ولا دولة استجابت لطلبنا كيقول خايب السمية، إذ كانت تلك الطائرات تعمل على إخماد الحرائق المشتعلة في تركيا واليونان. كيف ما كنعرفوا جميع كاين حرائق في تركيا، اليونان، في الجزائر، في زاكورة عندنا في المغرب، كذلك في تونس، إلا أنه عندنا في المغرب الحمد لله عندنا 6 ديال الطائرات ديال إخماد الحرائق، مع أنه بعض التعاليق كيقولوا لي 8. أنا قلبت وعاودت قلبت ولقيت 6، فربما وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مهم كل الاحترامات والتقدير، كتبوا لي في التعاليق واش 8 ولا 6. نكملوا. شباب القبائل كيعطيو بالظهر لجنرال الشنقريحة. كيفاش وقع؟ القرص سعيد خنز الريحة حاشاكم قائد الجيش ديال كبرانستان، القرص بواحد الموقف محرج، هو كيتواجه بالنفور والصد من قبل شباب منطقة القبائل اللي غاديين مساكن وكيتعذبوا في حياتهم بسبب هاد الحرائق، زائد بزاف ديال الحوايج، زائد الوباء. نطلبوا الله لهم السلامة والعافية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ديال الفيديو، من ضمنها واحد المشهد اللي هو كيبين بالواضح كيفاش عطاوه بالظهر، كنقصد الجنرال ديالهم خانز الريحة خلال زيارته لهذه الولاية. وكشفت الحرائق اللي شاعله في الغابات ديال القبائل، ضعف ديال التجهيز ديال المؤسسه العسكريه الجزائريه المتطرفه، وعلى انها ما كتوفرش ولو على ابسط وسائل الاطفاء. وهذه يا اخوتي الجزائريين راه حقيقه، خاصه اللي كيدخلوا معنا بالتعاليق، الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. ما عندكم ولا طياره وحده، الاموال ديالكم، البترول، الغاز، كل شيء منهوب من العصابه العسكريه، وكيمشي داكشي للمنظمه الارهابيه ديال البوليزاريو، وكيمشي لاماكن اخرى لا سيما البنوك السويسريه الفرنسيه وغيرها. باش نكونوا واضحين، رحنا والله نرجو لكم كل الخير. واتهم ضابط عسكري جزائري مؤسسة الجيش بالدفع بالجنود وسط الحرائق بدون ما تزودهم بأي وسيلة من وسائل الوقاية، مما تسبب في هلاك وموت العشرات منهم. عناصر خاوتنا تاع الجيش ربي يرحمهم ما هم إلا أداة عند العصابة بزنس بهم مساكين. قلت لكم الهلو، قلت لكم الجيش راه باقي فيه كعكاس، الكعكاس
الخلايا هذوك خضره فوق الطعام. عالسكرير واحد درت له تدريبات في بشار وتدريبات في شرشال وفي غيرها، ومن بعد تعطيه بالا وتقول له روح طفي لي النار بالا، وتقول له روح طفي لي النار. وهذه كذلك حقيقة لا خيال، عدد كبير من الجنود ماتوا لأن ما عندهمش باش يطفيوا العافية. سيروا طفيوها بحوايجكم ولا بلحمكم، طلبوا الله السلامة والعافية. من بعد المغرب ما مد يديه الجزائر، كون الجزائر كتبقى جارة، وكيف ما سبق وقلت على أنه الجيران ديالكم مثلا نكونوا مخاصمين عندنا مشاكل، ولكن شعلات العافية لا قدر الله إما عندنا ولا عندكم، غادي نبادر من طبيعة الحال من الجانب الإنساني، غادي نبغي نطفيه معك العافية. غادي ترفض تقول لي لا خليني نتحرق، ولادك كيتعذبوا، ما عندكش حتى ما تكب حتى السطر باش تكب حتى الماء. هذا راه هو الحماقة بعينها. ولهذا قال الأوائل: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. ولهذا كنقول لهم مرارا وتكرارا: العسكر الذي يجرم في حق شعبه ما لكم لا تمرقون. في الوقت اللي كيتسول وكيسعى النظام الجزائري كيطلب طائرات خاصة لإخماد الحرائق من أوروبا وما لقاش أي آذان صاغية، وهذا الشيء هذا صرح به الرئيس خايب السمية، ولم يتم الاهتمام ولا الاكتراث لهذا التسول. وتطلبت بالضبط بحال اللي وقع في القراعي ديال الاكسجين، يعني المساله ديال كورونا وهذا الشيء اللي كيعيشوه الجزائريين الان، العذاب الاليم. ولا شيء، منظومه صحيه منهاره تماما، ما كاينش اذان صغيره كيلتجئوا لاش للتسول. هنا الجزائريين الحراك الشعبي المقدس والشرفاء والاحرار ديال الجزائر هنا بداو كينوضوا في كل مكان، وكيقول لك يا الشفاره يا السراقه، فلوسنا حطيتوهم في جيوب ولادكم وفي عيالاتكم، وخليتونا حنا كنموتوا يوما بعد يوم. لان الطيارات هادو اللي كيطلبوهم دابا من اوروبا، هاد النوع اللي هو جاي الاصل ديالو من كندا، متمركز في اليونان وتركيا اللي عرفت حتى هي كيف ما قلنا اندلاع حرائق في مناطق واسعة، إلا فرنسا اللي رسلت جوج ديال الطيارات باش تنقذ ما يمكن إنقاذه. ومن بعد ما أدار ظهره للمساعدة المغربية السخية، يعني هاد المنتظم الإرهابي المجنون، المغرب بغى يعاونكم. ها احنا الحمد لله ما كنقولوش احنا عندنا الغاز والبترول وكذا، ولكن عندنا المعدات وكنوجدوا عندنا يعني تسيير وتدبير. اذا بتوجيهات ملكية سامية بغينا نعطيكم بسخاء على وجه الشعب الجزائري، ماشي على وجه العسكر، ماشي على وجه عملاء الاستعمار والخبتاء اللي باعوا الشعب ديالهم وباعوا دينهم. اذا سيداتي وسادتي، أضاف النظام الجزائري مرة أخرى دولة موريتانيا، عيط الرئيس ديال موريتانيا للرئيس خايب السمية وقال ليه حنا بغينا نتعاونوا معاكم باش تطفيوا العافية. ما لقاوش كذلك آذان صاغية، بقى يعني العرض معلق. وهاد الرئيس خايب السمية ولا هاد خنز الريحة ولا هاد المجرمين ديال الشيبانيين، مع احتراماتي للشيبانيين، ما كيبغيوش المساعدة اللي كتفضحهم وكتبين على أنهم كلاو رزق شعبهم وخلوهم هكا بين النار وبين الوباء. والله يا إخوان ويا جزائريين، إنا لكم لناصحون. الشعب يريد استقلال، الشعب يريد استقلال. فهادشي هذا واضح وباين، راه ما كنزيدو والو من عندنا، راه حنا ماشي كذابين، ماشي شياطين ودجالين بحال مثلا هذا اللي غادي نشوفو بعد قليل. وبالفيديو جاء قائد الجيش الجزائري سعيد خنز الريحة باش يروج مجددا لأطروحة البوليزاريو ويعاود ويكرر هذيك الكاسيطة المشروخة ديال الصحراء، الصحراء كونها آخر مستعمرة في إفريقيا، وهكاك يسوقوا مقولة حق تقرير المصير بدون أي حق، علما سيدتي وسادتي حق المصير يطالب به الجزائريين داخل الجزائر ومنطقة القبائل اللي تطالب بالتحرر، لأنها أصلا كانت دولة قبل ما تحتل وتستعمر وتنهب الثروات ديالها. شتان بين الثروة والثريا، وفرق كبير ما بين التفاحة والرمانة.
سيداتي وسادتي، بن سديرة عميل المخابرات الجزائرية يدعو لإبادة المطالبين بتقرير المصير بمنطقة القبائل. وغنشوفوا هذا الشيء هذا بالفيديو، أظهر مقطع فيديو آخر همجية العميل بن سديرة اللي توعد سكان منطقة القبائل المطالبين بتقرير المصير ديالهم والمطالبة بالانفصال عن الجزائر بالإبادة الجماعية، حيث صرح بمقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وغادي نشوفوه مع بعضنا طبعا، بأن الأفكار ديالو الشيطانية كيف ما كيقول هو اللي اعتاد على المشاركة ديالها مع المتابعين ديالو كتخليه يفكر في إبادة معارضي نظام العسكر بمنطقة القبائل في 24 ساعة بين تيكوادر وراس، ما يخلي تشي واحد فيهم سبب أنهم كيطالبوا بتقرير المصير. لنشاهد الآن. نعطيكم وجهة نظري أنا بالنسبة لي السعيد بن سديرة، دائما معودكم أني نقول لكم الصراحة ونقول لكم اللي في قلبي على لساني ونقول لكم أنا أفكر بصوت عالي حتى أشارككم أفكاري المتطرفة، أفكاري الشيطانية. أفكاري الشيطانية وش تقول؟ تقول لي أنا لو كان جيت عندي سلطة ونحكم ندير نداء في نشرة الأخبار تاع الثامنة نقول على سكان منطقة القبائل وخاصة جاية وتيزيوزو بومرداس والبويرة المناطق يعني هذه كلها، وخرجوا 24 ساعة فقط، كل واحد يروح عند فاميلته ونسابه في العاصمة ولا في وهران ولا في قسنطينة ولا في سطيف ويروحوا، وخلوا الناس المتمردين الانفصاليين الذين يريدون انفصال منطقة القبائل عن الجزائر ككل يبقوا غير جماعة فرحة مهني اللي ما حبوش يخرجوا. نعطيهم 24 ساعة وخرجوا يا الناس المسالمين، وليبقوا وما يخرجوش معناته هما جماعة فرحة مهني. وش ندير لهم؟ نحيهم من فوق الكرة الأرضية، سأستعمل معهم مبيد الحشرات، نبعث لهم فليتوكس مريكا، أبيدهم إبادة كل من يبقى في منطقة القبائل بعد النداء. كيف ما سمعتوا وشفتوا ومازال غادي نشوفوا مقطع آخر، ففي الوقت اللي كيضل في هذا العامل كيتبجح في الخرجات البهلوانية ديالو بأنه مع حق ما يسميه الشعب الصحراوي بتقرير المصير وحق كل الشعوب الساعية للانفصال، كيظهر هذا المقطع التناقض ديالو والحقيقة الحقيقية اللي ما يمكنش يخفيها على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الخدمة ديالو للشنقريحة وللجنرالات اللي كيتحكموا في دواليب الحكم بالجارة الشرقية، وخدمة أجندات وأهداف اللي هي مدمرة الشعب الجزائري من أجل الهجوم بالوكالة على أي واحد يعارض نظام العسكر. نسمعوا المزيد. فليتوكس قسما بالله العلي العظيم نديرها غير بالفليتوكس، ذبان الرقاد قسامهم كامل بعد 24 ساعة هاي كل واحد يرجع لدار، نعاودوا ننقيوا الحاله، نجيبوا شويه نوت جبال وشويه منظفات، ننظفوا الحاله من الحشرات ومن الوسخ ومن الزبل اللي خلاوه ايا وبعد كده خلي الناس تعاود. فبعدما اتهم المغرب كونه وراء الحرائق اللي كتشهدها عده مدن منطقه القبائل بالجزائر كيف ما كنعرفوا كاملين، من خلال يعني المغرب كيدعم حركه الماك، هادشي هو اللي كيقولوا دابا واللي كيروجوا باغين يسفهوا العقول ديال الناس اللي كتفكر، ظهر هاد العميل هذا بن سديرة هاد الإرهابي اللي هو كما سمعتوا انه بغى يدير الإبادة الجماعية للقبائل، ولهذا جمهورية القبائل يجب ان تكون لانها مهددة وتحت الخطر وقد انتزع حقها. اذا بن سديرة مقطع ديال الفيديو فضح ادعاءاته من بعد ما تحدث على وقوع حرائق في شهر 6 اللي فاتت، هضر على الحرائق بحال اللي هضر عليها يعني في الكتاب ديال الحرب القادرة واللي كيقول فيها الشنقريحة، منقول على الشنقريحة انه غادي يحرق منطقة القبائل في التسعينيات. اذا مما يوضح بانه كان على علم مسبق بوقوع هذه الكارثة باعتباره شي واحد اللي هو مقرب من دوائر الحكم في الجزائر المحتلة واطلاعه على كل ما يجري في البلاد، وهذا كيرجح ايضا الفرضيه اللي كيروجها سكان منطقه القبائل اللي كيتهموا الجنرالات ديال الجزائر الكبرانات انهم متورطين في هذه الكارثه باش ينتقموا من الشعب القبائلي لانهم كيطالبوا بتقرير المصير. روحو كيما حركتونا الله يحرككم، روحو كيما شويتونا الله يشويكم، روحو كيما
ما خلعتم الله يخلعكم راه الله يتاكم منكم جلدتيها. وما ننساوش سيداتي وسادتي قبل ما ننهيو هاد لا فيديو، واش عندهم شي جواب على الهليكوبتر؟ ونسى عليا حركه كذا، دي راه هليكوبتر يعني الجيش بمعنى المخابرات العسكريه. هليكوبتر غادا ترخي ليسانس ولا داكشي يعني اللي رخاتو، وكاين بالصوت وبالصوره، وتلاحت الفتيله وشعلات العافيه. في نفس الوقت حوالي 50 حريق اللي شعل في ولايات متعدده. واش كاين شي تفسير منطقي اخوتي الجزائريين؟ واش كاين شي تفسير منطقي الا ان الجيش هو من احرق الجزائر ولا زال يحرقها؟ إنا لكم لناصحون، قوموا زرافات ووحدانا بطريقة سلمية ما استطعتم باش تحروا البلد ديالكم وتمكنوا من حكم مدني، لأن هاد الشهادة ما كيبان ليش فيه. وكنظن على أنكم إن شاء الله غادي تخدموا العقول ديالكم وغتشوفوا الواقع وغادي تشوفوه من غير نظارات شمسية. كان معكم أخوكم إلياس ومحبكم سيداتي وسادتي، وعاش الملك ولا عاش من خانه، والصحراء مغربية وستبقى مغربية، أحب من أحب وكره من كره، وإننا المغاربة أصحاب الهوية والتاريخ والحضارة. والسلام عليكم. شعبي العزيز، من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة. خرجوا وخليوا لنا محلنا. ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز، إن وجدنا غير الإسبان، أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب.